أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على بلدة العكيرشي التي تقع على بعد نحو 15 كيلومترا جنوب الرقة على نهر الفرات، والتي كان تنظيم داعش يدير قاعدة عسكرية كبيرة ومعسكرا تدريبيا فيها بحسب ما أعلن المتحدث باسم القوات. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن التنظيم أعدم العشرات من مقاتليه في العكيرشي في عام 2015 بسبب انشقاقهم أو لاتهامات بالخيانة. قال الجنرال الأمريكي ستيفن تاونسند قائد قوات التحالف التي تقاتل التنظيم بالعراق وسوريا، تنظيم داعش، قال في إفادة صحفية يوم الثلاثاء، قال إن الحرب بعيدة عن نهايتها في العراق على الرغم من استعادة مدينة الموصل من احتلال داعش، موضحا أنه لا يرى تقليصا كبيرا في عدد الجنود الأمريكيين بعد طرد داعش من المدينة، مضيفا بأنه باستعادة الموصل قد يزيد التحالف من موارده، منها جهود الاستطلاع والدعم بالضربات الجوية للمساعدة في استعادة الرقة في سوريا. أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية بأن قضاء اللعفر غربي مدينة الموصل تشهد انقلابا داخليا لتنظيم داعش عقب أنباء قتل زعيمه، مشيرا إلى بدء حملة اعتقالات واسعة في صفوف مؤيدي أبي بكر البغدادي. وأفاد المصدر في وقت سابق بأنباء عن إعلان داعش في بيان مقتضب قتل زعيمه المدعو أبي بكر البغدادي. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، قالت إن الاتحاد يحترم المراجعة الأمريكية للاتفاق مع إيران البوبرامي في عام 2015، لكنها ستوضح لواشنطن أنه كان اتفاقا دوليا أقرته الأمم المتحدة. وقالت موغريني إن الاتفاق النووي لا يخص بلدا واحدا، بل إنه يخص المجتمع الدولي. قتل 15 شخصا على الأقل حين نفذت 4 انتحاريات هجمات في مدينة مايدوغوري بشمال شرق نيجيريا. وقال مسؤول الشرطة إن الانتحاريات الأربع هاجمن مناطق مختلفة في ضاحية مولاي كاليماري مساء يوم أمس، ما أدى إلى سقوط 19 قتيلا بينهم الانتحاريات الأربع. دعت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي صنع السياسات في أنحاء العالم إلى محاولة استخدام موقع تويتر للتواصل مع الجمهور. وقالت لاغارد إنه في الوقت الراهن يتواصل بعض الزعماء السياسيين بشكل يكاد لا يخرج عن 140 حرفا. قالت الخطوط الملكية المغربية في بيان إن يوم الخميس سيرفع الحظر المفروض على اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الكبيرة في مقصورات الركاب على الرحلات المباشرة بين المغرب والولايات المتحدة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.